الناس لعبه كبيره، عندها تجربه كبيره ديال لا كوب دو ترون، وغتدوز دابا محترفه بيانتو، وغتمشي تلعب في اوروبا باش تمثل المغرب وتمثل راسها حتى هي باش تمشي بعيد ان شاء الله بحول الله. الا دو تالون. هاد البنت هادي عرفتها كانت صغيره، مشينا لكاس افريقيا، مشيت معاهم لكاس افريقيا، كانت عندها 12 عام وكانت صغيره بزاف، شتها فوالا جلي في غوندير، سي فريمون اون فيرتي دو لافوار بحال هكا دابا. كانت من لها تبع الخطه ديال سميتو ديال مالح ديويلي، دخلت للسيركوي اوروبيان وحتى هي تمشي بعيد باسكو لا فريمون دو تالون هاد البنت هادي، وكانت من لها كل خير. ايناس الخلالش من الرويال غولف انفا محمديه. دونك بديت هادي 10 سنين وانا كنلعب الغولف، دينا البطوله العربيه 5 د المرات باغ ايكيب و انديفيديوال 2 المرات، بطوله افريقيا حتى هي جيت الثالثه في الكلاسمون انديفيديوال. و السيمانه اللي فاتت في بلجيكا جيت دوزيام في ان تورنوا ديال ليت اكسس، هي لا دوزيام ديفيزيون ديال لو تور اوروبيان. معلوم كنحس بهادشي دابا في الفينال، انا لاعبه اللي كاينه. كانوا شي 6 ولا 7 ديال البنات لاعبين هاد السيمانه. المره الاولى لعبت كاس العرش كنت بوحدي، دونك سنه دايزين والمرات كيتزادوا كيبداو بان فهموا بان المرات مهمين في الفرق وكل شيء بحال كي 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 كيجيبوا فريمون ان بلوس ليكيب. يجيو يهضروا معايا ويشوفوا بان ما كايناش في الكوزينه، ويشوفوا بان كنجيب نتيجه بحال ديال الاولاد، دونك كل شيء بحال وخاصهم غير يجربوا وغيشوفوا، حيت غير المرات ما كيجربوش دونك يجربوا يخرجوا. حتى في القسم انا بديت مع الولاد، كنا بحال 10 البنات 10 الولاد، وكاينين اللي كيجيبوا اكثر كاينين اللي كيجيبوا اقل، دونك انسان واحد.